يا مساء الجمال، يا مساء الفخامة. ما تشوفوني أعلن وأنا مبسوط؟ أكثر شيء وأسعد شيء أن أنت تعلن إلى مكان أنت قاعد تشتغل معاهم مطبخك. فيرونا، مطبخ البيت حقي من عندهم. فيرونا مدينة الحب الإيطالية، هذا المكان انشهر بالتصاميم الإيطالية الجميلة والعصرية. واليوم بمناسبة اليوم الوطني مقدمين عرض مجنون، خصم 30% على المطابخ والأعمال الخشبية، وخصم 15% على الأجهزة الكهربائية. هذا تصميم المطبخ حقي، طبعا لسه شغالين على التصميم، وإن شاء الله راح أصور لكم مراحل التصنيع ومراحل التركيب، راح نكون معاكم خطوة بخطوة أصور لكم بعض التصاميم حقهم. شوفوا كيف فخامة هذا المطبخ، شوفوا كيف حركة هذا المطبخ. افتح لي يا أستاذ، شوفوا كيف، يعني ما تمل من شكله. إن بغيت تفتح يعطيك شكل، تقفل يعطيك شكل آخر. يعني ممكن نحط هنا تحف، ممكن نحط بعض القطع والأواني الجميلة. اليوم المطابخ صارت فيها أفكار كثيرة، وما شاء الله تبارك الله فيرونا سباق في الأفكار. طبعا راح يكون على الإكسسوارات خصم 15%. طبعا هذا يعتبر من الإكسسوارات اللي موجودة بالمطبخ. شوفوا كيف الاستغلال في طريقة التنظيم والترتيب، شيء رهيب يا جماعة. يعني أنا ما وقعت بالاختيار على فيرونا إلا بعد دراسة مطولة. ايش رأيكم؟ فن يا جماعة، من جد، يعني عالم من الإبداع فيرونا، عالم من التميز. شوفوا كيف، يعني هنا الأجهزة ممكن نخفيها من الداخل. ايش رأيكم؟ ممكن هنا نحط الفرن، المايكروويف، الكافي ماشين. إبداع من جد يا جماعة، إبداع. مستخدمين التقنيات في المطابخ، عندهم أيضا المطابخ الذكية. شوفوا كيف يفتح وبضغطة زر، وأجهزة كده مخفية. شوفوا الجمال، اللي يبحث عن التميز والجودة والفخامة. شوفوا الثلاجة بلت إن، فن في الإكسسوارات. على فكرة يا جماعة راح تتفاجئوا بأسعارهم. يعني هذه الزاوية الآن شوفوا كيف استغلالها، يعني عادة تكون هذه الزاوية زاوية ميتة أو مقتولة، شوفوا كيف الآن كذا وتطلع معك بالكامل. يا سلام، ابدع. لا 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 لا، شايفين الزاوية يا جماعة؟ الزوايا هذه عادة تكون مقتولة. أبدعت يا فيرونا، شوفوا عينكم على الأفكار. هنا حق الأرز، حق السكر، صح؟ تمام. اليوم الفن إن أنا أجيب لك مطبخ بتصميم إيطالي بجودة عالية. شنو أنواع الخشب اللي تستخدموها؟ خشب كله إيطالي، معالج ضد الحشرات والبكتيريا، مقاوم للمي والحرارة. ممتاز. والمفصلات؟ كلها مفصلات بلوم، عليها ضمان 10 سنوات. إيش رأيكم سامعين يا جماعة؟ مثل المطبخ هذا الآن تقريبا كم متر؟ هذا 6 أمتار. 6 أمتار. سعره سابقا طبعا من غير الإكسسوارات، من غير الإكسسوارات ومن غير الأجهزة الكهربائية، كان 30,000، هلا صار 21,000. 21,000 ريال، أنت قاعد تاخذ مطبخ لاكشوري، مطبخ فخم. ضمن الأشياء الجميلة عندهم التكسيات الجدارية بالخشب والأخفاء. يعني الآن لو عندنا مطبخ خارجي، شوفوا كيف الحركة كده على المطبخ الخارجي، قفلة. يا سلام يا سلام. أيضا الأعمال الخشبية عليها 30%. عن أي فخامة تتحدث؟ شوفوا كيف فخامة الجزيرة. طبعا الرخام المستخدم هذا الآيس بلاك، شوفوا كيف الفخامة. يا سلام، واستغلال المساحات بالمطبخ. بأمكاننا هنا نخلي قطع ديكورية جميلة جدا، ايش رأيكم؟ مع سطحة الفرن، مع هالفخامة. يعني بهالمطبخ هذا استخدموا معانا الزجاج واستخدموا معانا الخشب، والآن الهبة في الارتفاع في المطابخ، شيء خرافي يا جماعة. طبعا مو فقط مطابخ أعمالهم، أيضا مشاريع تجارية، أعمال ديكورية، محلات مثل السقف هذا، مثل الآن الخلفية المكتبية هذه، الطاولة، هذا كله شغلهم. أيضا من ضمن أعمالهم اليونت تي في، طبعا هذه تتضمن الخلفية اللي نشوفها، الشرايح اللي هنا، اللي تحت هذا الأدراج، بالإضافة إلى الأرفف هذه، بالإضافة لو شايفين الأرفف هذه الجانبية أيضا راح يكون على هذه الأعمال 30%. ناخذ فكرة، مثل هذا الآن العمل الجميل، جدار كامل 12,000 ريال، بعد الخصم 9,000 ريال.
واليوم من أهم الأشياء المصداقية والشفافية، وهذا اللي خلاني أتعاقد معهم. راح أحط لكم الآن تقييمهم أيضا في جوجل. أيضا من ضمن أعمالهم الخزائن، نشوف كيف الفن، الأرفف مع الخزائن المفتوحة، الخزائن الزجاجية، طبعا جميع أنواع الخزائن ينفذوها. الأفكار اللي عندك، وعندهم أفكار كثيرة، الإضاءات، شوف كيف هذه الأدراج، أيضا راح يشمل الخصم 30%. وهذه أعمال المغاسل، طبعا عدة موديلات عندهم، أيضا راح يشمل الخصم 30%. وهذه خيارات الرخام اللي موجود عندهم، بين رخام طبيعي ورخام صناعي، بالإضافة عندهم هنا ستاندات حق الأخشاب. وهذه كانت تغطيتنا بفيرونا، زوروهم وتعرفوا على أعمالهم من قرب، وأنا أقول عرض اليوم الوطني 30% ما يتفوت. وهذا موقعهم، موجودين بعينك، شارع الخليج بعد الدفاع المدني كذا باتجاه سيهات، فقط اكتب بجوجل فيرونا يجيبك عند الموقع.